السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلأ في جلستنا هي رح نتعرف على قاعدة جديدة وهي اللاحقة كان. اللاحقة كان تعني عندما أو بينما، عندما أو بينما، ولا تخضع لقاعدة المتغير الرباعي أو الثنائي حيث تبقى ثابتة. يعني الكان ثابتة ما بتغير، لا بتصير كان ولا بتصير مثلا رباعي، أي حرف رباعي، تمام؟ فهي رح تضل ثابتة عنا على طول. طيب مثال على حكيها، çocuk كان çok şişmandım. çocuk كان çok şişmandım. يعني عندما طفل، çocuk طفل، çocuk كان عندما كنت طفلا çok şişmandım، كنت سمينا. طبعا هون جملة اسمية، الماضي شيشمان وده ماضي وما للكشي اكي الضمير لحقة الضمير. مثال اخر، gençken daha sık sinemaya gidiyorum. gençken daha sık sinemaya gidiyordum. يعني عندما genç شاب، عندما كنت شابا daha sık sinemaya gidiyordum. gidiyordum طبعا هنا ماضي مستمر، تمام؟ عنا يور بعدين دو، فصارت كنت أذهب. عندما كنت شابا كنت أذهب إلى السينما كثيرا، سك كثيرا. طيب في حال كانت الكلمة تنتهي بحرف صوتي، نضيف قبل لاحقة الكان حرف الحماية ي. يعني onunla مثلا، onunla يعني معه، öğrenciyken يعني كنت طالبا معه، ben onunla öğrenciyken كنت طالبا معه، تمام؟ ببساطة هي اللاحقة كان. اللاحقة كان تأتي بمعنى عندما أو بينما. احنا ناخد تمرين عليها هون بالكتاب، طبعا بتلاقوها موجودة صفحة اللي كي صفحة 52، بتلاقوها موجودة القاعدة هون، هون لاحقة الكان. رح ناخذ التمرين 24 يرمي دورت، الاشترما يرمي دورت، تمام لا يلم. طيب اول واحدة محلولة، saçların özün كان daha güzeldi. saçların، saç شعر، saçların يعني شعرك أو شعراتك، uzun طويل، uzun كان عندما كان شعرك طويل، daha güzeldi كان أجمل. niçin kestirdin، niçin kestirdin، niçin طبعا لماذا، kestirdin kestirmek يعني هو فعل القص، تمام؟ kestirmek هون عندنا دي للماضي طبعا، ون لضمير سان. طيب اكي، سان بانيو فراغ، بير اركاداشن ارا فراغ اما ادني سويلي. طيب نقول عندما كنت في الباني او في الحمام، اتصل صديقك ولكنه لم يقل اسمه. طيب اول شيء عندنا بانيو، نلاحظ انه منتهي بصوتي، فمنحط مباشر بانيو، نحط ي حماية بعد كان. بانيوي كان، بانيوي كان، سان بانيوي كان، يعني هل عندما كنت أنت في البانيو، بير أركاداشن صديقك اتصل. طبعا صديقك بينه وبين الضمير أو، واتصل أرى في الماضي دي والرباعي، لأني أو ما بدها لاحق الضمير، صارت أرى دي اتصل. أما ولكنه أدنس اسمه لم يقل، فنقول لم يقل وما قال في الماضي. عنا السؤال للنفي، منحط ما أو في الماضي هون ما لأني خفيف، بعدين دو رباعي للزمن خالصي لأني أو سؤال مادي، أما أدنس سؤال مادي. سن بانيوي كان بير أركداشن أراده أما
أظن سويلمدي. عندما كنت في الحمام اتصل صديقك ولكنه لم يقل اسمه. طيب عنا أوج بان بيش ياشندا فراغ بالي كورسونا جيت. هنا نقول عندما كنت في سن الخمس سنوات كنت أذهب إلى كورس البالي، رقص البالي يعني. طيب هون نقول عندما كنت في سن الخمس سنوات بيش ياشندا. طيب عنا ياشندا منتهية ب آ يعني صوتي، نحط يا حماية، فنحط كان ياشنداي كان، ياشنداي كان بين بيش يا بيش ياشنداي كان. عندما كنت في سن الخمس سنوات بالي كورسونا كنت أذهب، ومرت معنا بشوي. طبعا أنا هون جيت أول شي، هون نضيف الشو، أول شي لحقت زمن حاضر، هون عنا ماضي مستمر صاري، نضيف لحقت زمن حاضر، يعني لحقت زمن ماضي. لحقت زمن حاضر نضيف رباعي تي تقلب لا دي حسب فستقلي، صارت كيديور. بعدين لحقت الزمن الماضي هي دي ورباعي دو، كيديور دو. أنا بحكي عن حالي مي، كيديور دوم، كنت أذهب، كنت أذهب. بان بيش ياشنداي كان بالي كورسونا جيديوردو. بان بيش ياشنداي كان بالي كورسونا جيديوردو. عندما كنت في سن الخامسة كنت أذهب إلى كورس البالي. طيب دورت مدير باي، مدير باي سيز توبلانتي فراغ مسافرينيز gel. Şu anda bekleme salonunda. هي وحدة أو واحدة بخاطب المدير، بقول المدير بي يا سيد مدير أو يا سعادة المدير. سيز توبلانتي، توبلانتي اجتماع. نقول عندما كنت أو كنتم في الاجتماع. كمان عندنا توبلانتي، توبلانتي منتهية بصوتي منحطية بعد كان أو قبل الكان، شو رح نحط لنقول في الاجتماع. توبلانت دا بعدين بنحط الكان، بنحط يا حماية كان، صارت توبلانت داي كان، توبلانت داي كان، توبلانت داي كان مسافرينيز. طبعا مسافر يعني ضيف، مسافرينيز ضيفكم. أتى، شو نقول أتى؟ جال لحقت ماضي دي، جال دي أتى. صارت مدير بهسيز توبلانت دايكن مسافرينيز جالدي. شو عندنا بيكلمي سالونوندا. عندما كنتم في الاجتماع أتى ضيفكم وهو الآن في بيكلمي سالونون، يعني صالة الانتظار. بيكلمي سالونو، صارت بيكلمي سالونوندا في صالة الانتظار. طبعا شو عندنا يعني في هذه اللحظة. طيب عنا بيش بان كوتشوك فراغ انم تشالش. بو ندن لي بانا اني انم باك. طيب هنقول عندما كنت صغيرا كانت امي تعمل، ولهذا السبب اعتنت جدتي بي. فهون كوتشوك صغير، عندما كنت صغير كوتشوك كان، كوتشوك كان، بان كوتشوك كان عندما كنت صغيرا أنيم كانت تعمل. هون كمان عندنا ماضي مستمر تشالش، منضيف أول شي لحقت زمن حاضر رباعي يور تشالش يور، بعدين لحقت ماضي دو. هون عم نحكي عن أنيم فبينوب عندنا ضمير أو، فما بدنا شي. تشالش يور دو كانت تعمل. بوندن لا يعني لهذا السبب، تمام، مثل بو يوز دا. بوندن لا بانا يعني لي او الي، اني انيم جدتي باك، باك النظر تجي الاعتناء يعني يعتني بالاطفال. هنا نقول في الماضي اعتنت باك، بان عن نفس تقجي تقلب الد لا ت فصارت ت، باك ت.
Dayım anne 6 Ayşe Hanım. Ayşe Hanım biliyor musunuz? Hel talemin siz tatil farar komşunun evine hırsız gir. Pardon. Tayyip. Ya Seyda Ayşe هل تعلمين سيز تعطيل عندما كنت في العطلة الله أول شيء في أن تعطيل حط في تعطيل دي بعد حط في كان تعطيل دي كان سيز تعطيل دي كان عندما كنتم في العطلة أو عندما كنت في العطلة كم شنون أبيني يعني إلى بيت جاركي كم شنون أبيني إلى بيت جاركي هرسز هرسز حرامي هرسز حرامي جير جير الدخول او دخل جير د وربع جير دي طبعا عندنا كوم شو جار هون اضافة معرفة اول اسم اخذ نون لانه ينتهي بصوتي ثاني اسم هو اف اخذ اول شي رباعي واخذناه حماية مشان ال A اللي هي حرف جر إلى طيب يدي سان يوك فراغ جيب تليفون تشالد نقول عندما لم تكن هنا سان يوك أطلع كان بس يوك كان سان يوك كان جيب تليفون تشالد جيب تليفون يعني تليفونك تشالد رنة رنة تمام فعل çalmak çaldı رنة في الماضي 8 ben üniversite فراغ dans kursuna git وعندما كنت في الجامعة كنت أذهب إلى كورس رقص طيب عنا üniversite عنا üniversite هتطلع أول شيء نحط د üniversite د عندما كنت في الجامعة بعدين حط يا وكان University day كان عندما كنت في الجامعة دانس كورسنا كنت أذهب الله ما رأيت معنا جيدي يور دوم جيدي يور دوم كنت أذهب طبعا في تمارين كمان ممكن تشتغل عليها بالنسبة للحقة كان في تشالش ما كتابة وفي الكتاب الأشرطة الثاني افتحوا على نفس الوحدة وتلاقوا تمارين طيب في عنا هون النص هذا خليكم انتو تشتغلوا عليه في هذا النص اديف 28 28 تمام طبعا هون راح تعبوا الفراغات سواء زمن ماضي او زمن ماضي مستمر يعني كنت افعل يعني اللي هو دمج بين الحاضر والماضي هون راح تعبوهم في هذول الفراغات طبعا خلال معنا ببين معكم شو الحل واذا صعب عليكم شي ممكن تسألوني تمرين 28 صفحة 54 تمرين 28 صفحة 54 وظيفة اشتغل عليه هدف تمام هلا رح نتعرف على لاحقة جديدة وبسيطة هي لاحقة اللي أو لا واللي والإلي لاحقة لا واللي والإلي تأتي بمعنى مع أو بواسطة مع أو بواسطة طيب تحدث لقاعدة المتغير الثنائي طبعا مثال اي شيلي مراد ايفلينيور تمام ماسادا على الطاولة كتاب لا كالم فار يعني مع الكتاب يوجد قلم على الطاولة في حال كانت كلمة تنتهي بحرف صوتي نضيف ي للفصل نضيف ي للفصل طبعا هون في عنا ي كمان عائشة لمراد ابن نيور يعني مراد سيتزوج مع عائشة
هون كمان عنا أوكولا عربايلا إلى المدرسة بواسطة السيارة جيديورم أذهب. طبعا تأتي بأن بمعنى مع وبمعنى بواسطة، بواسطة لأدوات النقل أو لوسائط النقل مثل هون السيارة. يمكن استخدام إلى منفصل عن كلمة بنفس المعنى، يعني ترك دكتور إلى çalışıyorum. ترك دكتور إلى çalışıyorum يعني أعمل مع دكتور تركي، نفس المعنى كمان تعطي معنى أنه مع. إذا استخدمناها إلى منفصلة، إذا استخدمناها لا أو لا كمان نفس المعنى. تمام، هي اللاحقة عبارة عن لاحقة اللا واللا والإلى، لاحقة ثنائية تأتي بمعنى مع أو بواسطة، طبعا تخضع لقاعدة المتغير الثنائي. في حال عندنا صوتي من حطية وفينا نستخدم الإلى مثل ما قلنا بشكل منفصل عن الكلمة بنفس المعنى بمعنى مع أو بواسطة. رح نروح لكتاب صيفا اللي بيش صفحة 55. تمام، صفحة 55 في عنا هون القاعدة نفسها قاعدة إلي. في عنا تمرين هون 30. تمام، لا يعلم هشتغل التمرين هذا. كيم بن فراغ إملي بن إملي جيل ميك استيور. طيب هلا في عنا في ملاحظة قبل ما ننتقل، في عنا انه الضمائر مع اللي، يعني مثلا بدي اقول معي او معك او معه معهم معكم. تمام، هذا الحكي شلون بيصير؟ بيصير بانه نحن بنجيب لواحق الضمائر مصرفة مع الملكية ومنضف لها لي ولا. يعني مثلا دا أقول مثلا ضمير الملكية خاص فيني إلي، شو بقول؟ بقول بنيم، بنيم يعني لي، مثلا بنيم كتاب كتابي. طيب إذا بدنا نقول معي بقول بنيم وبحط لها اللا أو اللي اللي هي لاحقة المع، فبتصير بنيم لي معي، بنيم لي معي. تقول معك أو شي ضمير الملكية لأنت من سان بصير سنين، سنين لك يعني. أقول معك سنين لا، سنين لا. طيب معه أو معها بصير أونون لا، أونون لا، أونون الملكية ولا أونون لا معه أو معها. طيب معنا بصير بيزيم لنا، بيزيم لا. معكم سيزين لا، سيزين لا. معهم أونلارن لا، معهم أونلارن لا. طبعا هذول ضمائر المصرفة يعني بالملكية ومع اللاحقة مع، يعني معي معك معنا معهم. طب نرجع لهون، فهون عنا كيم بنيم لا، بنيم لا معي يعني جل ميك استيور، من يريد المجيء معي gelmek المجيء istiyor يريد. طيب عنا iki işe her gün metro فراغ gidiyorum. أذهب هي معنى أذهب إلى العمل إشي كل يوم بواسطة المترو. مترو هو يعني مثل قطار أنفاق. تمام، فعنا مترو منتهي بصوتي من حطي يا حماية وبعد نحط لا. مترو إلى gidiyorum. Metro ile gidiyorum. Tamam. طيب 3 kim farağa görüşmek istiyorsunuz? نقول هلا هون هلا kim مع، نقول مع من. تمام، عفوا kim معنى من، نقول مع من بس منضف له عبارة عن اللاحقة هاي نفسها. عنا kim منضف له ليه يعني خفيف، فصارت kim ليه مع من. كيم من واللي مع صاروا مع بعضهم كيم لي مع من. كيم لي مع من görüşmek istiyorsunuz. görüşmek istiyorsun görüşmek المقابلة، istiyorsunuz تريدون، مع من تريدون أن تتقابلون أو مع من تريدون المقابلة. 4
Ankara farağı İstanbul arası araba farağı 3,5 saat. هنقول إنه يعني من أنقرة لإسطنبول بواسطة السيارة في 3 ساعات، تمام؟ في 3 ساعات ونصف، أوتش بوتشوك، أوتش بوتشوك يعني 3.5 ساعات. طيب هنقول هلا من أنقرة، طبعا أنقرة، طب نقول من حرف الجر مين هو دان، دان دين هنا دان أنقرة دان من أنقرة إسطنبول أراسي. هلا هون يعني إلى إسطنبول أو إلى منطقة إسطنبول، هون بواسطة السيارة عربة، بواسطة السيارة نفس اللاحقة منتهي بصوتي خطية ولا عربة إلى أوتش بوتشوك ساعات، تمام؟ طيب باش لطفاً burada yüksek ses farag konuşmayın. من فضلكم هنا يكسك سيس يعني صوت عالي كونشماين لا تتكلموا، طبعا هي صيغة الأمر ما فيه لا تتكلموا. طب هنا نقول يعني مع صوت عالي أو بصوت عالي، كمان نفس الشيء نقول كلمة سيس رح نضيف لها ليه، فبتصير يكسك سيس ليه يعني بصوت عالي أو مع صوت عالي، يعني بصوت عالي لا تتكلمون بصوت عالي. طيب عنا altı Ayşe ailesi farag oturuyor. نقول عائشة تسكن مع عائلتها. طبعا ailesi راح نضيف لها مع حط ي للفصل لأن صوتي ولا عايز ailesi ile oturuyor. Ayşe ailesi ile oturuyor. طيب يدي yarın yeni bir gömlek farag ayakkabı almak istiyorum. Yani أريد غدا شراء حذاء مع قميص. تمام؟ فصارت عندنا gömlek يعني مع القميص حذاء. gömlek le gömlek le ayakkabı almak istiyorum. أريد أخذ حذاء مع القميص غدا. 8 o farag nereden tanıştın? Onun ul ma'hu au ma'ha. Tafana nu hamla hawla mukiye, o bitsib mukiye. Onun tab ma'hu wala bundaf la la onun la yani ma'hu o ma'ha. Nerede ayna tanıştın? Tanışmak ta'aruf tanıştın ta'arafta bil madi. Tabana 9 Murat çok üzgün. Murat çok üzgün. Üzgün hazin. Murat hazin cidden. Hiç kimse. Kimse yani şahıs mı? Nul yani ma ay şahıs ama ma vela şahıs konuşmak istemiyor. Tayyip. Fahon anna. Kimse yani ay şahıs. Tabi nul ma ay şahıs. Kimseyle مع أي شخص كونش ماك استيميور لا يريد التحدث مع أي شخص. طبعا أم كهفالتي دا على الفطور أو في الفطور يومورتا فراغ بينير يديم يعني أكلت الجبن مع البيض على الفطور، أكلت الجبن مع البيض على الفطور. فعنا يومورتا حطيه ولا يومورتا إلى مع البيض بينير الجبن يديم أكلته. كهفلت طبعا فطور، كهفلت دا على الفطور أو في الفطور. طبعا في عندكم هاي 29 تسلوا فيه بسيط جدا يعني هيك 3 فراغات 4 فراغات. هيكون خلصنا الوحدة الرابعة.